84 مركزاً لتطوير المقاولاتية سيتم استحداثها عبر جامعات التراب الوطني لتستهدف تكوين ومرافقة 50,000 طالباً في مجال المقاولاتية كل سنة. هي ثمرة التعاون بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه المراكز سيكون لها الدور المهم في تكوين طلبة في التوعية بخصوص مجال المقاولاتية وفي مرافقة طلبة المقاولين والتي سوف يتم تأطيرها من طرف الوزارتين. حاليا هناك أكثر من 700 مكون ولا مؤطر لمعنيين بهذه المراكز على في مستوى كل التراب الوطني، وهدفنا هو تحفيز أكبر عدد من الطلبة أنهم ينشئوا شركتهم سواء مصغرة ولا ناشئة داخل الوسط الجامعي. نحقق هدف الجامعة والمتمثل في نقل المعرفة، البحث العلمي وإنشاء مؤسسات اقتصادية بحيث يواجه أي متخرج من الجامعة عالم الشغل بمعارفه العملياتية التي تمكنه من خلق الثروة. أشغال الندوة الوطنية للمقاولاتية في الوسط الجامعي التي عرفت إطلاق مراكز دعم المقاولاتية كانت فرصة أيضاً لاستحداث صفة وشهادة الطالب المقاول في الجامعة الجزائرية، مبادرة من شأنها دعم الشباب الجامعيين من حاملي المشاريع وتسريع إنشاء شركاتهم الناشئة. الطالب يمكنه أن يستفيد من تكييف في حجم الساعي الدراسي أو كذلك فيما يخص الامتحانات وإجرائها، وكذلك يستفيد من تكييف في محتوى الدورات التدريبية في مجال المقاولاتية، خاصة إذا كان قد مارس نشاط المقاولاتية سواء في شركته أو في شركات أخرى. كذلك من بين المزايا أنه يستفيد من الدعم المخصص من وكالة أناد أو من قبل الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة والهيئات الأخرى التي اعتمدتها الدولة. الندوة التي عرفت إطلاق دليل للمقاول في الجزائر شهدت أيضا تفعيل منصة مقاول ديزاد الإلكترونية التي تم تطويرها لمرافقة الطلبة حاملي المشاريع.